آسفين ما نقدر، النظام ما يسمح، لازم تستنى 4 شهور زيك زي غيرك. يمكن المعاملة تكون وصلت. السلام عليكم، بس حبيت اراجع المعاملة دي بعد اذنك. اتركها هنا وراجعنا بعد 4 شهور. انت لسه بتفكر؟ لازم تدهن السير عشان تسير، ولا تبغى معاملتك تتركن في الدرج زي المسكينة اللي قبلك؟ يلا انت مضطر. طيب بس شوف، يمكن تقدر تساعدنا. تعرف انت الاجراءات والروتين، ما في يدي شيء اسويه. تقبل بهذا المبلغ بس؟ انت نسيت قد ايش بتحرق نفسك؟ هذه خدمة بتسوي له هي بعد الدوام، هذا حقك، حق اولادك، ولا تبغى تعيش على الراتب يا ابو راتب؟ يعني كذا راح اسوي اللي اقدر عليه، بس ما اضمن لك، عشانك حخلص المعاملة في يومين، بس تعرف في شباب حيتعبوا معانا عشان يخلصوا المعاملة. طز في الفلوس، اشتري راحة بالك، ولا المعاملة عمرها ما حتنتهي، يلا تلحلح. وهذه للشباب، الله يعطيهم العافية، شكرا وما قصرت. مبروك عليكم اللعنة.